اوكي، خلينا نتكلم نخش على طول. المفروض النهارده هنتكلم عن البيزنس بلان في البارت الثالث. الناس اللي ما حضرتش المرات اللي قبل كده، في تو بارتس على اليوتيوب، ممكن تخش في اي وقت تشوفهم. قبل البارت ده اتكلمنا فيهم عن السامري بتاع البيزنس بلان، ازاي انت تبني في البيزنس بلان السامري بتاعك، علشان لو اي مستثمر او اي حد هو هينفست في البروجكت بتاعك، او اي حد يقرا البيزنس بلان يقدر ان هو يشوف التفاصيل بتاعتك البروجكت، و يشوف التفاصيل بتاعت البروجكت بتاعك. المفروض ان احنا اتكلمنا ازاي تكتب التفاصيل بتاعت البيزنس بلان بشكل عام في نقط معينة. في الاول طبعا اتكلمنا في السامري، لو جبنا من الاول اتكلمنا عن الماركت نفسه عبارة عن ايه بتفاصيله، اتكلمنا عن الجزء بتاع الاوبرتيونيتي كاوبرتيونيتي، الفرص المتاحة بالنسبة لك ايه بالظبط ك بزنس. المفروض اتكلمنا عن السولوشنز اللي انت هتقدمها والحلول المفروض ان انت هتشتغل عليها علشان تبتدي تشتغل على الماركت دوت، وتقدر ان انت تنفست فيه بشكل امن، والكومبيتيشن ماشيه فيه ازاي وما الى ذلك. طيب جينا بعد كده اتكلمنا في الجزء بتاع المانجمنت، وازاي ان انت تدير تيم بشكل صحيح، او انت هتدير التيم ازاي بشكل سريع. وبرضو اتكلمنا عن الفاينانشال سامري، التفاصيل بتاعت الكوست، لكن طبعا مش تفاصيل، هي ملخص سريع على الكوست بتاع البرودكت والانكم قبل الضريبه وبعد الضريبه. واتكلمنا عن البالانس شيت، انت هتقسم الشيت بتاعك كراس مال وانفست في كام سنه على كام سنه قد ايه. واتكلمنا برضو على الجزء بتاع ريسورس اوف فاندز، انت المفروض لما هتفند للبروجكت ده هتفند ليه ازاي، مين اللي هيدفع، هتجيب بنك تاخد منه كارد، ولا هتشتغل في حد هيفاند ليك وهيدفع الفلوس، تقسيمه الكاتيجوري جوه الكومباني اللي انت هتشتغل عليها او جوه البيزنس، سواء كسيلز او كماركتنج، او لو في اي كاتيجوري تانية طبعا بالبرسنتج وبالاماونت بتاعك. اتكلمنا اخر بقى مرة في الجزء التاني اللي هتلاقيه على اليوتيوب زي ما قلنا، هتلاقي بقى في التفاصيل، بقى بدأنا نخش في تفاصيل اكتر متعمقة اكتر في الفيجن والفاليو بتاعتك والميشن والكلام ده كله. بعد كده دخلنا على الجزء بتاع الاندستري والكومباني ديسكريبشن، واتكلمنا على الجولز بتاعتك والاوبجكتيف بتاعت البروجكت هتمشي ازاي. بعد كده اتكلمنا على الكومباني اونرشيب والتفاصيل بتاعتها. المفروض بقى ده كله هتلاقوه على اليوتيوب في فيديوز متفصلة، لو انت حبيتوا ترجعوا له عشان تشوفوا التفاصيل بتاعتها بشكل كامل، عشان تقدر تبني البيزنس بلان بشكل صح. وطبعا لو عندك اي سؤال ممكن تبعت لي على الميل، او تبعت لي على اي بلاتفورم، فيسبوك او انستجرام او اي او لينكد ان، والمودريشن هيرد عليك او انا هرد عليك، وان شاء الله اكيد هنفيدك. الجزء بقى اللي هنتكلم فيه النهارده، موضوع النهارده بشكل سريع او هنتكلم عليه النهارده، المفروض هنتكلم على الجزء بتاع البرودكت والسيرفيس، الجزء بتاع البرودكت والسيرفيس في البيزنس بتاعك. انت دلوقتي فاتح بيزنس، ف شور ان انت عندك برودكت او سيرفيس تقدمها، لازم أن هيكون عندك حاجه تقدمها للناس، والا كده مش هيكون في بيزنس اصلا، او مفيش بيزنس قايم بشكل من غير برودكت او سيرفيس او اي حاجه. مفيش عندك برودكت او سيرفيس يبقى مفيش حاجه هتقدمها للناس. طب ايه الفرق ما بين البرودكت والسيرفيس؟ البرودكت هي اي شيء ملموس بتديه للكلاينت بتاعك، اي شيء ملموس بتديه للكلاينت بتاعك، يعني انت عندك بتبيع موبايل، بتبيع لابتوب، بتبيع تي شيرتس، بتبيع كلوز، بتبيع تي فيز، بتبيع اي برودكت ملموس، اي برودكت ملموس. طيب السيرفيس، السيرفيس لو انت بتقدم برودكت، لو انت بتقدم برودكت او بتقدم سيرفيس، يعني
ده بتقدم حاجة مش ملموسة، حاجة مش ملموسة. يعني ايه حاجة مش ملموسة؟ زي مثلا كأنك بتقدم شركة فودافون، هي بتقدم سيرفيس. زي مثلا كأنك بتقدم مثلا انت فاتح مدرسة، تمام؟ فاللي انت بتقدمه تعليم، بتعلم الناس او بتدي كورسز مثلا، فور اكزامبل. طب الكورسز دي بتكون عبارة عن ايه؟ هي سيرفيس، انت بتدي للناس خدمة ان انت بتعلمهم حاجة، تمام؟ فحاجة مش ملموسة، هي حاجة خارجة لعقلية الناس. فده الديفرنس ما بين او الفرق ما بين البرودكت والسيرفيس. طيب انت بقى في البيزنس بلان بتاعتك هتكتب ده ازاي؟ هتشتغل على الجزء بتاع البرودكت ازاي، او الجزء بتاع السيرفيس بتاعتك ازاي؟ مبدئيا كده ما دام دخلنا في جزء الديسكريبشن وبنتكلم في التفاصيل بتاعت البيزنس بلان، فانت لازم هتكتب بقى بشكل مفصل. خلاص هنا انت هتكتب بشكل مفصل عشان تبتدي توضح. خلاص عدينا الجزء بتاع السامري، لازم هتكتب بشكل مفصل التفاصيل بتاعت البرودكت والسيرفيس اللي انت هتقدمها. يعني انت دلوقتي هتقدم برودكت، المفروض هتكتب الوصف بتاعه وهتكتب التفاصيل بتاعت البرودكت اللي انت هتقدمها للناس بشكل حقيقي. يعني انا والله دلوقتي بقدم مثلا فاتح ستور للأحذية، فخلاص أنا فاتح ستور للأحذية، هتقدم البرودكت دي. طب خلاص أنا هكتب كده بس، لا أنت هتكتب بشكل سبيسيفيك. يعني مثلا أنا دلوقتي بقدم البرودكت بتاعي أحذية رجالي خاصة بالرجال، أو أحذية خاصة بالرجال، ده كده بيزنس، تمام؟ طب أنا ممكن أكون بقدم حاجة تانية، أو زي مثلا 3M، أو أي براند مثلا جافو، أو أي براند مثلا بيقدم سيرفيس معين، هو بيقدم احذيه حريمي، خلاص ده البرودكت بتاعه. طب في فرق لما اقول مثلا ان انا بقدم احذيه بس، او بقدم مثلا احذيه حريمي ورجالي، او مثلا بقدم برودكت مثلا مش هكتبه بشكل مفصل. اه طبعا بيكون في فرق كبير جدا، لازم بتكتب ده، لان بيتوقف عليه الكلاينت بتاعك، بيتوقف عليه السيجمنتيشن والتارجت اودينس بتوعك، بيتوقف عليه الكومبيتيشن اللي انت داخلها والتفاصيل بتاعتها، بيتوقف عليه التفاصيل بتاعت الماركت اللي انت هتشتغل عليه، كل حاجه بتتوقف على ده. فور اكزامبل مثلا انا هشتغل على الجزء بتاع السيرفيس بتاعت او البرودكت بتاع الاحذيه. طب انا لو هشتغل رجالي، لا انا كده الماركت مختلف، الكلاينت مختلف، كل حاجه مختلفه. لو هشتغل في كل الاحذيه او كل التفاصيل دي بتاعت مجال الاحذيه، يبقى انا المفروض المارك التارجت مختلف، اللي انا مستهدفه ان انا بشتغل كده على سوق كامل. فانت لازم تكون كاتب بشكل سبيسيفيك وبشكل محدد جدا السيرفيس اللي انت بتقدمها، لازم بتكتب اكبر قدر من التفاصيل والمميزات والفوائد في اللي انت بتقدمها في ديسكريبشن في جزء البرودكت ده، لازم تكون واضح بشكل كويس جدا، لازم تكتب التفاصيل. طيب الجزء بقى اللي بعد كده، خلاص انا بقدم برودكت، طب ما اوكي انت عندك ناس تانية بتقدم برودكت. لو انت بتقدم ايا كان نوع البرودكت او ايا كان نوع السيرفيس اللي انت بتقدمها، انت اوريدي في ناس كتير بتقدم برودكت وناس كتير بتقدم نفس السيرفيس. طيب ايه اللي بقى اللي يميزني عنهم؟ يعني انت دلوقتي ايه الحاجة اليونيك، او ايه الحاجة اللي انت هتختلف بيها عن الناس دي؟ دي حاجة مهمة جدا جدا جدا. وفي ناس جدا بتتلخبط لما بتيجي تكتب الجزء ده، بتكتب الحاجة، بتكتب الميزة، الميزة مش بتكتب الفايدة. في فرق ما بين ان انا اكتب الميزة بتاعت البرودكت، وفي فرق ما بين ان انا اكتب الايه الفايدة. انت هنا دي هتفرق معاك في ايه؟ هتفرق في اللي انت بتكلمه. لو انت بتكلم مثلا كلاينت، فانت ما ينفعش تقول له الميزه بتاعت البرودكت بتاعك، انت هتقول له الفايده بتاعت البرودكت. فور اكزامبل مثلا لو انت بتقدم مثلا بينس، او بتقدم يعني اقلام مثلا، وبتبيعها مثلا لحد هو المفروض ان هو مثلا مانجر، حلو؟ طيب انت لما تيجي تقول له مثلا والله القلم ده مميز جدا ان هو خفيف في الكتابه، لما انت تيجي تكتب بيها يبقى خفيف، اوكي تمام، دي ميزه ان القلم خفيف. طيب لما انت بقى تيجي بقى تقولها له بشكل فايده، هتقولها له ازاي؟ هتقول له لا والله ده القلم ده لما تيجي تكتب بيه، لو انت في ميتنج مستعجل وبتكتب بشكل سريع، القلم ده بسبب الخفيه بتاعته هيقدر يكتب معاك بشكل سريع جدا، والبكره بتاعته هتجري معاك، فمش هتعطلك في الكتاب، او انت مش هتكتب بشكل بطيء.
تمام كده، انت قلت له الفايده، الحاجه اللي عايده عليه. ففي فرق لما تظهر اليونيك بتاعك او اليونيك فاليو، القيمه اللي انت بتضيفها في البرودكت او الحاجه المختلفه في البرودكت بتاعك وانت بتبرزها، فكر انت بتبرز القيمه دي بتشرحها لمين؟ القيمه اللي انت بتبرزها دي بتشرحها لمين؟ يعني لما تيجي تقدم الجزء ده تبقى بتفكر انت بتقدمه لمين؟ هل انت بتقدمه لحد محتاج تبرز له الفايده، ولا انت بتقدمه لحد هو محتاج تبين له ايه الميزه بتاعت البرودكت؟ وبيزد على ده بتبتدي ان انت تبين ده. طيب نرجع للنقطه الاساسيه بتاعتنا، انت وانت بتتكلم عن البرودكت لازم تقدم حاجه يونيك في البرودكت بتاعك، لازم يكون في حاجه مختلفه، لازم يكون في حاجه مختلفه. يعني ايه حاجه مختلفه؟ يعني يكون في حاجه تفرق ما بين البرودكت بتاعك والبرودكت بتاع الناس اللي قصادك او الكومبيتيتور اللي قصادك او الناس المنافسين اللي قصادك. طيب ده هيفرق معاك في ايه؟ لا هيفرق بشكل كبير جدا في ان انت تقدر تبيع اكتر، في ان انت يكون ليك فرصه في السوق اكتر، يكون ان انت تقدر تانفست بشكل اسرع، يكون العائد على الاستثمار بتاعك اكبر. ليه؟ تعال كده نفكر او نرجع لحاجه مهمه جدا، اي كلاينت او اي عميل هيجي يشتري او اند يوزر هيجي يشتري بيبتدي بيعدل حاجه اسمها سيلز فانال. السيلز فانال هنا، السيلز فانال هنا بيتكلم في الجزء بتاع لما انت ككلاينت او انت اي حد مننا بيروح يشتري اي برودكت، لما بيجي يشتري البرودكت ده بيبتدي يفكر في ايه انا محتاج ايه. انا والله محتاج اجيب موبايل، حلو جدا. طيب بعد كده ببتدي سيرش وابتدي ابقى انترستد بالموضوع وابتدي اخد انفورميشن بشكل كبير. طيب انا خدت انفورميشن عن المنتجات، خلاص انا في اوبو وفي هواوي في ايفون في حاجات مختلفه. طيب هبتدي بقى اكومبير ما بين الاثنين، الفيصل بقى اللي هيحكم لك انت كبتاع بيزنس او كبيزنس في الجزء ده هو المنافسه بتاعتك هنا ما بين ان انت بتقدم له الميزه بشكل فايده يقدر ان هو يستفاد منها. تمام. طيب والله لا انا كواحد، انا كعميل بحب جدا ان انا يكون البرستيج بتاعي باين وعالي، لا يبقى انا مش هينفع اجيب حاجه تكون قليله، مش هينفع اجيب مثلا مع احترامي لكل البراندز ايفون، سوري مش هينفع اجيب اوبو او مش هينفع اجيب هواوي ماركه عاديه جدا، لا خلاص يبقى انا محتاج اجيب حاجه ايفون عشان اكون شخصيتي في الجزء اللي انا عايش فيه او في الحياه العمليه اللي انا عايش فيها يتطلب مني ده. خلاص يبقى انا هب هنا بطريقه غير مباشره ايفون بتبرز شخصيتها وبتبرز هي الجزء بتاعها او الفكره اللي بتوصلها للناس ان انت حد مميز. طب لو انا دلوقتي بس هجيب الموبايل علشان انا محتاج كاميرا كويسه، خلاص يبقى انا زي هعمل زي اوبو كده بالظبط، اليونيك فاليو بتاعتها ساعات بتيجي او بتيجي تتكلم معاك ايه او بتيجي تبرز ده في السلوجن بتاعها تقول لك كاميرا فون او موبايل كاميرا، فاهم؟ فبتبين ده في الجزء اللي هي بتشتغل عليه، بتبين ده في الجزء اللي هي شغاله عليه او في السلوجن بتاعها علشان دي الميزه اللي هي بتشتغل عليها او دي ده الجزء اللي هي بتبينه. فانت لازم يكون عندك حاجه يونيك، حاجه مختلفه تقدمها في البرودكت بتاعك وتبين ده وتشرحه كويس جدا جدا في الجزء بتاع البرودكت ده، بيبين طبعا خطتك للانتاج وللتطوير والقصص دي كلها، وبيبين القيمه اللي انت هتنافس بيها وهتشتغل عليها. تمام. طيب ده الجزء الثاني بتاع اليونيك. فانت هنا هتكتب مثلا لو انت عندك البروجكت بتاعك فيه بتدور على البرودكت، طيب هل انا اكتب البرودكت بتاعتي كلها بقيمه واحده، ولا انا هكتب كل برودكت ليه القيمه بتاعته؟ ده ملوش اجابه محدده، ده بيكون بيزد على البرودكت اللي انت شغال عليه او على الاندستري اللي انت شغال عليه. في مثلا لو انا شغال مثلا في مجال مثلا مثلا الميديكال او مجال الكوزماتكس، مجال التجميل مثلا، فانت هتحتاج تبرز لكل برودكت الميزه بتاعته علشان تقدر تنافس بيه في السوق بطريقه مختلفه. في بقى ناس تانيه او في شركات تانيه ممكن تشتغل على طريقه مختلفه، ان هي بتبرز البراندنج بتاعها وان هي حاجه كل البرودكت بتاعتها هاي كواليتي،
تمام. لو انا ما اجي اشتري مثلا من لوريال مثلا، تمام، خلاص انا عارف انا بشتري حاجه هاي كواليتي، ده باين في كل البرودكتس اللي هي بتقدمها، خلاص هو مبين اليونيك بتاعته، تمام. فانت لازم بتبرز ده، سواء لو انت هتبرزه في برودكت لوحده، او لو انت هتشتغل عليه في البراند اوفرول بشكل عام، تمام. طيب الجزء بقى اللي بعد كده، او الجزء اللي انت هتشتغل عليه بعد كده، الجزء بتاع الريسيرش والديفلوبمنت، حته مهمه جدا جدا بيقع فيها ناس كتير مش بتكون حاطاها اصلا في دماغها، مش بيكون هو بيبني البيزنس وهو في دماغه الريسيرش والديفلوبمنت، مع ان ده جزء اصلا مهم جدا، والشركات اللي ما بتشتغلش على الجزء ده ممكن مع الوقت اصلا ما تكملش في السوق، ممكن مع الوقت تلاقيها مش موجوده او مش باينه في السوق، وتلاقيها اختفت ومش فاهمه الشريحه السوقيه اللي بتتاخد منها بتروح فين، مش فاهمه هي شغاله ازاي، مش فاهمه هي بتبيع ازاي، او ليه مثلا كانت بتبيع بمليون بعد كده بقت بتبيع ب 3 مليون، لان مش بتابديت في نفسها، مش قادره تعمل كنترول و تتابع التطورات اللي بتحصل، تتابع الاحداث اللي بتحصل، مش كماركت ريسيرش هي مش قادره تتابع اللي بيحصل كتطورات في الانتاج وفي المجال نفسه. يعني مثلا لو انا مثلا شغال في ديفلوبمنت، شغال في ديفلوبر في مثلا مثلا العقارات، حلو. طيب انا دلوقتي شغال بنوع معين من الاسمنت، وشغال بنوع معين من المواد الخام اللي انا بشتغل بيها. طيب مع الوقت ظهر نوع تاني كمواد خام بتدي انتاجية اكتر وكم اكتر، وبتوفر لك اكتر في الفلوس او الدفع. يعني مثلا لو انا مثلا بجيب مثلا نوعية معينة من الاسمنت مثلا بمبلغ مثلا الشكارة ب 100 جنيه فور اكزامبل يعني، طيب بعد كده ظهر نوع جديد مثلا من الاسمنتات، او من انواع الاسمنت، هو ب 85 جنيه، تمام. طبعا الناس دي بتشتري بالاطنان وكده، بس انا بنحاول نبسط الدنيا شويه، بس هو ب 85. طب اضرب بقى ده لو انت شغال في كومباوند، لو انت شغال في، حتى لو انت شغال على بلوك واحد، تمام، هتفرق معاك، تمام. فبعد كده حتى ده هيأثر معاك في الاسعار، مش هتقدر ان انت تقلل في السعر بعد كده بتاع الوحده، هيأثر معاك في حاجات كتير جدا، فانت هيبقى في منافسه، فبالتالي انت مش هتقدر تنافس. طبعا ده على حسب كل اندوستري، او على حسب كل مجال ما هو شغال بيكون الوضع مختلف. تعالى مثلا نشوف، ما انت حتى شغال فريلانسر، تمام، وشغال مثلا في كويب ديفلوبر، طب انت ويب ديفلوبر بتعمل ويب سايتس والكلام ده كله، لو مش بتعمل ريسيرش كتير وتشوف الابديت اللي بتحصل، بتشوف احنا في مجال حتى في الماركتنج، لو انت بتعملش ريسيرش وابديت لنفسك انت هتضيع. فجزء الريسيرش والديفلوبمنت هو مهم جدا. طب الجزئيه دي هكتب فيها ايه؟ يعني اوكي الكلام ده كله جميل والدنيا دي جميله، حلو كمان، هنعمل سيرش، طب انا هكتب هنا ايه؟ هنا هتكتب التطورات اللي حصلت في الفتره الاخيره في الاندستري بتاعتك، تمام. والله انا بشتغل في مجال زي ما مثلا بنتكلم بتاع الديفلوبمنت، والتطورات اللي انت هتقدر تضيفها بعد كده في الخدمات اللي انت بتقدمها والبرودكت اللي انت بتقدمه، ايه اللي انت ناوي تطوره في موضوع البرودكت، حتى لو مش تطوير تقني فهو تطوير في التوسيع. مثلا فور اكزامبل لو انا مثلا النهارده ببيع نوع معين من البرودكت، لا بكره هبيع نوعين، لو انا النهارده مثلا ببيع مثلا موبايل مثلا، او مثلا ببيع ملابس مثلا معينه، او انا ناوي ان انا افتح فرع جديد او اضيف فيه ماركات جديده كمان 3 شهور، حلو، الماركات دي شغاله حلو في السوق بس مش قادر ان انا اشتغل عليها دلوقتي، فانا من ريسيرش والديفلوبمنت، تمام، عامل ريسيرش وفاهم ان ال الماركه دي كويسه جدا، لكن مش هقدر اجيبها دلوقتي، مستقبليا هجيبها، حلو، مستقبليا انا هجيبها، وده انا حاطه في الحسبان بتاعي، وهضيف ده ليا كشغل وهشتغل عليه. طبعا هعمل ده هكتبه بالمصادر بالريسورس بتاعته.
دلوقتي انا لون تاني حلو اوديكي فلوس. مش اما ندفع الادي دلوقتي انا هديكي فلوس. في حد فتح المايك يا جماعة؟ يعني اللي فتح المايك يقفله. تمام. اوكي. تمام. شوف في حد تاني فاتح المايك او حاجة. تمام. سوري يا جماعة على الكونفليكت اللي حصل ده، هو حد فتح المايك بشكل غلط يعني. طيب ده كان جزء الريسيرش وجزء الديفلوبمنت. تمام. ايه تاني؟ طيب حد عنده يعني تعالوا كده نشوف الجزء اللي فات ده في اي سؤال، او حد عنده فيه اي مشكلة، او عنده فيه اي حاجة محتاج يفهمها، او عنده حاجة يسألها في الجزء اللي فات ده. اوكي، لو حد عنده سؤال يبعته هنتكلم فيه. طيب الجزء بقى اللي بعد كده، او الجزء اللي بنتكلم فيه بعد كده، جزء البرودكشن. جزء البرودكشن، طب جزء البرودكشن هنا بنتكلم في الانتاج. طيب هل انا لو انا مثلا بشتري، مثلا لو انا في الريال استيت بشغل بروكر، طيب هل مطلوب مني ان انا اشتغل في انتاج او اتكلم في انتاج؟ انا كده كده اصلا مش ببيع، مش بكرييت برودكت. هل مطلوب مني ان انا اشتغل على الجزء بتاع الانتاج؟ لا، انت مطلوب منك تتكلم في الجزء ده بشكل اكتر حاسم في موضوع انت هتبيع لمين. يعني لو انت بتجيب مواقع مختلفة تشتغل عليها، او كومباوندز مختلفه تشتغل عليها، او بتتابع مثلا، او فانا جزء الانتاج بتاعي، انا في شركه جديده هتعمل بروجكت كمان شهر، دي انا متابع معاها وهشتغل منها. في حاليا الانتاجيه بتاعتي او البرودكشن بتاعي او الانتاج بتاعي كفي شركه ديفلوبر تانيه عملت كومباوند كويس جدا والمفروض هنشتغل عليه، ده جزء برودكشن بالنسبه لي. طب لو انا اصلا شركه منتجه، تمام، لو انا شركه منتجه، ايه المفروض ان انا اشتغل على ايه؟ يعني المفروض ان انا اشتغل على ايه؟ تبتدي تشتغل على خطوط الانتاج بتاعتك. والله انا المفروض هنتج ايه؟ الحاجات الحاسمه في موضوع الانتاج. يعني مثلا لو انا عندي مواد خام، لو انا عندي مواد خام، المواد الخام دي المفروض ان انا اشتغل على ان المواد الخام دي لو انا نقصت عندي هعمل ايه؟ لو انا المواد الخام دي نقصت عندي هعمل ايه؟ المفروض اشوف المكن اللي انا بشتغل عليه اللي بيصنع لي البرودكت ايه تفاصيله والحاجات الحاسمه فيه. لو انا مثلا هشتغل على مثلا، او انا الشركه اللي انا هفتحها مثلا، ايه العوامل اللي بتاثر في الانتاج بتاعها؟ اي حاجه بتاثر في الانتاج ايا كان الانتاج ايه، سواء انت بتقدم برودكت او بتقدم سيرفيس او بتقدم حاجه معينه، لازم تقول العوامل بتاعه البرودكشن، الخطوات بتاعه البرودكشن. المفروض ان انا افهم الاجزاء دي، لازم اعمل قائمه بالحاجات او العوامل اللي بتاثر في الانتاج، لازم اكون فاهمها، لازم اشرح المعدات والجزء بتاع راس المال بتاع الانتاج والمتطلبات اللي انت محتاجها علشان تقدم منتج بشكل يليق بيك علشان انت ما تعطلش في الانتاج. طيب انا والله لا، انا بعتمد في الانتاج على الاستيراد للمواد الخام، فانت لازم تكتب ده وتكون فاهم انا بعتمد في الانتاج بتاعي على الاستيراد مواد 1 2 3، لا انا بعتمد في الانتاج بتاعي على ان انا بجيب مواد من النفايات فور اكزامبل، وببتدي من خلال المواد دي ابتدي اعيد تدويرها من خلال مكنه معينه، المكنه دي بعد كده بنبتدي نطلع منها المنتج، بعد كده نبتدي يعدي على الكواليتي كنترول، وبعد كده بنغلف المنتج ونطلعه، دي كلها مراحل الانتاج. فانت لازم تكتب حاجتين مهمين جدا، الحاجات اللي انت بتستوردها والحاجات العوامل المؤثره في الانتاجيه بتاعتك والانتاج. تاني بوينت او البوينت الثانيه بتتكلم في
البروسيس بتاعت الانتاج بتاعك ستيب باي ستيب كده، انت بتنتج ازاي او الاجزاء بتاعت الانتاج، انت بتنتج ازاي التفاصيل بتاع الانتاج. طيب الجزء بقى اللي بعد كده اللي هو 2.5، هنا بنتكلم في الجزء بتاع البرودكت والفولو اب بتاعه. يعني انت دلوقتي المنتجات اللي انت بتقدمها الجديده او القديمه بتبقى محتاجه فولو اب، تمام؟ بتبقى محتاجه تفاصيل معينه. يعني مثلا احنا لو طلعنا مثلا فوق كده كنا بنتكلم دلوقتي عن السيرش والديفلوبمنت، قلنا المفروض ان احنا هننتج منتجات مستقبلا علشان السوق منتجات معينه. طب حلو جدا، طب خلاص نطلع بقى كده فوق هنا لما احنا بقى بنتكلم على الفولو اب، المنتجات القديمه ايه وهتفولو اب معاها ازاي في تطويرها، والمنتجات الجديده هتستارت فيها ازاي. طيب تعالوا كده ناخد مثال بشكل سريع. انا دلوقتي ستور كلوث او ببيع مثلا موبايل، خلينا في الملابس، انت دلوقتي بتبيع ملابس. طيب حلو جدا، انا دلوقتي عندي مجموعه ملابس بشتغل عليها، هو او بنتج مصنع بنتج ملابس، لكن انا في خطتي في التطوير المفروض ان انا هنتج بدل ما انا بنتج حاليا ملابس اطفال بس، انا هنتج بعد كده ملابس سيدات. حلو جدا، طيب خلاص انا بشتغل على الجزء ده. طيب تعالى بقى كده هنا في النيو اند فولو اب اند فولو اب برودكت اور سيرفيس، انت بتشتغل على ان انا حاليا بعمل ملابس اطفال. طيب هفولو اب مع ده ازاي؟ هبتدي اعمل ديلز جديده مع مدارس او مع حضانات، وعلشان اتوسع اكتر وابتدي ان انا اطلع يونيفورم بدل ما هي ملابس اطفال عامه بس. حلو، ده جزء من للفولو اب بتاع الملابس اللي انا شغال عليها. طيب النيو برودكت بقى اللي انا هقدمه المفروض ملابس حريمي. حلو جدا، بكتب بقى البروسيس اللي انا المفروض هشتغل عليها بشكل مبدئي عشان اوصل لمرحله ان ملابس الحريم تكون بالنسبه لي هي برودكت ماشي مش نيو برودكت. يعني المفروض ان انا هبتدي اجيب الستايلز، وبعد ما كريت الستايلز هبتدي ان انا اشوف المواد الخام بتاعت القماش والحاجات دي هجيبها منين، وبعد ما ببتدي اجيبها هبتدي اشتغل على الجزء بتاع ان انا اصنع. طب هل المكن هو هيكون نفس المكن ولا لا؟ طب انا بعد ما صنعت المفروض ان انا هوزع فين؟ طبعا ببقى عارف الموضوع التوزيع ده من قبل ما ابتدي افكر في الموضوع اصلا. بعد كده ببتدي اشتغل على التوزيع، هوزع بالاجل ولا هوزع بالدفع مقدما. طيب لما هوزع هفولو اب ازاي مع البرودكت ده لحد ما ينتشر في السوق وما الى ذلك. كده احنا عملنا فولو مع البرودكت الموجود، وعملنا فولو مع البرودكت اللي اوريدي انا اصلا لسه بنتجه ولسه بشتغل عليه. تمام كده احنا اتكلمنا على جزء البرودكت، اتكلمنا على التفاصيل بتاعته، انت تفاصيل البرودكت بتاعتك ايه واليونيك اللي انت بتقدمها او الحاجه او الاد فاليو اللي انت هتضيفها الجديده ايه، وبعد كده بتشتغل على السيرش الريسيرش والديفلوبمنت ازاي للبرودكت بتاعك عشان تقدر تحافظ عليه وتحفظ على وتحافظ على مكانتك في السوق، وتبتدي تقدم برودكت كويس وتكون فاهم متطورات السوق ماشيه ازاي. بعد كده الانتاج جزء البرودكشن، انت لما تيجي تنتج هتنتج ازاي، التفاصيل بتاعت الانتاج بتاعتك ماشيه ازاي، وبعد كده لما تيجي تشتغل على النيو اند فولو اب للبرودكت القديم، او تعمل فولو اب للبرودكت والسيرفيس اللي جايه الجديده ازاي عشان تقدر تكنترول وتكون ليك فيجن ماشي عليها مستقبليا. وطبعا ما تنساش ان الفيجن بتاعت البرودكت والهدف بتاع التطوير بتاعك يكون متماشي مع الفيجن او الميشن بتاعت الشركه نفسها او البيزنس بلان بتاعتك. احنا بالاول اتكلمنا عن الفيجن بتاعتك والميشن، طبعا انت لازم تكون اوير بيها وحافظها وفاهمها علشان تقدر تحط ده في كل جزء انت شغال عليه، سواء جوه المنتج بتاعك او اي جزء انت هتشتغل عليه. وده بيتطبق طبعا مع بتوع المبيعات، بيتنطبق مع بتوع المشتريات، بينطبق مع كل البروسيس، وده هتلاقيه في رول اسمها الهوليستيك
دي مهمة جدا، وممكن تعملوا عنها سيرش أو تبقوا تسألوا عليها. طيب تعالوا كده نشتغل على هنخش على الجزء بتاع هنخش على الجزء بتاع الماركت. بس قبل ما نخش على الجزء بتاع الماركت، خلينا نشوف كده لو في حد عنده سؤال، لو في حد عنده سؤال أو حد عنده أي حاجة محتاج يسأل عليها. اتس اوكي، يعني ممكن يدخل يسأل في أي وقت أو يسأل على الحاجة اللي هو. الله يعطيك العافية. الله يخليك. أنا آلاء من الأردن، بعيد إذنك، الله يعطيك العافية. ازيك يا آلاء، عاملة إيه؟ الله يسعدك، الله يكرمك إن شاء الله. والله أنا كانت عندي محاضرة سابقة وبعدين يعني ما صدقت إني أدخل هون، فبدي أنا أسأل شغلة يعني ممكن نوعا ما تكون نوعا ما بعيدة شوية، بس يعني كلياتها رابطة المواضيع ببعض. تمام، هلا احنا حكينا انه مثلا عندنا برودكت، والبرودكت بدنا نعمل فولو اب عليه، وعندنا نيو برودكت، هاي بتكون يعني عباره عن مثلا الاكشنز بالسوات اناليسيز بناء على الفيجن والميشن، يعني بتدخل انت بهالشغلات. هلا انت حكيت بدك تدخل اخرى شويه بالماركتينج. تمام، هلا لما احنا بدنا ندخل بالماركتينج، في مثلا الماركتينج حيكون له دفعات وحيكون له قيم وكذا، الريتيرن اوف انفستمنت، كيف مثلا انا هالماركت اللي انا دفعته مقابله انا بدي احصل مبيعات زياده، كيف مثلا انا هالبرودكت او هالسيرفيس اللي بدي اقدمها لازم اعطيها البرايس الصح، العملاء الصح. فانا هي الشغله صدقا انا حابه اني اعرفها. الجزء ده كده كده ليه البارت بتاعه، يعني احنا كده كل ده لسه بنتكلم في البدايه، يعني فكده كده الجزء بتاع الماركتنج ليه اكيد اساس، مش هنبقى بتوع ماركتنج وبنعمل بيزنس بلا ما لهاش ماركتنج. ف ف ف فلا يعني كده صبر. بالظبط، تمام. تمام، ف ف فكده كده ان شاء الله يعني يعني هيجي وقتها. هيجي وقتها، ما تقلقيش. تمام، سامعيني ولا؟ سامعك سامعك، بس كنت حاطه والله ميوت فسامعك والله. لا لا تمام. طيب اوكي، خلاص كده كده هنيجي وقتها ويعني هنتكلم فيها، يعني ما تقلقيش ان شاء الله. هي المحاضره لاي ساعه؟ لل 11 الايه المحاضره لاي ساعه؟ هو بس لحد يعني مثلا هنخلص مثلا كمان على 10 مثلا، ولو لسه لو ما حدش عنده اسئله يعني. تمام، احنا بس هنخلص جزء الماركت وبس، الجزء بتاع الماركت ان شاء الله. تمام، وبعد كده نخش لو في حد عنده اي سؤال. اتس اوكي، يعني ما فيش، خلاص ان شاء الله. اوكي تمام تمام طيب خلينا نكمل تاني. لو حد عنده اي سؤال في الجزء اللي فات اتس اوكي، ما حدش عنده سؤال خلاص ممكن نكمل يعني. طيب خلينا خلاص خلصنا جزء البرودكت وندخل بعد كده في الجزء المهم جدا جدا وهو الماركت. الجزء بتاع الماركت مهم جدا جدا، لازم تكون انت واخد بالك منه وعارف انت بتتكلم في انهي سوق، التفاصيل بتاعت السوق ماشيه ازاي. طبعا كنا بنتكلم قبل كده في الموضوع ده، او اتكلمنا قبل كده في الجزء بتاع الماركت في بوستس مختلفه او في لقاءات مختلفه، كنت دايما بقول ان انت لازم يكون عندك اكسبيرينس في المجال نفسه، يعني مينيموم بالنسبه لي سنه ونص، لازم يكون عندك سنه ونص تكون عندك المام كامل بالسوق، لازم عشان تكون فاهم السوق، فاهم المنافسه فيه، فاهم طرق التوزيع فيه. طرق التوزيع كمان بتبقى مهمة جدا، يعني انت ممكن تكون شغال على الماركت ده تمام، وبتلاقي نفسك عامل كل حاجة كويس جدا، شغال كويس جدا، بس الشغل مش بيتباع، مش بيوصل، بتحس الناس مش عارفاك. ده بيبقى بسبب ان انت مش فاهم السوق كويس. ممكن يكون الناس شغاله بالواي بتاع الديستريبيوتور، يعني مثلا انا في اندستري معينه ببتدي اخد البرودكت واديه للموزعين
والموزعين يوصلوه للاند كونسيومر، والاند كونسيومر يبتدي يشتري، فيحصل عندك في مبيعات، فتبتدي تكمل العجله بتاعتك ودي تشتغل. طيب ممكن انت بقى لو انت مش فاهم السوق ده، ممكن تلاقي نفسك يلا نفتح فيسبوك ونبتدي نعمل اعلانات ويلا نبيع. طب ده ممكن يمشي معاك او ممكن يمشي معاك، وممكن ما يمشيش معاك خالص، ممكن ما يمشيش معاك خالص. تمام. طيب ليه بقى؟ لان انت مش فاهم الماركت كويس، مش دارس الماركت كويس، مش فاهم السوق ماشي ازاي، مش فاهم السايكل بتاع الماركت ماشي ازاي. تمام. طيب ده لازم تشتغل عليه في اجزاء مختلفه، من ضمنها او من اهمها الماركت. تمام. في الجزء بتاع ذا ماركت بنتكلم في الاندستري اناليسز نفسها، لازم تكون عامل اناليسز للسوق، فاهم السوق بشكل كويس جدا، عارف السوق ده ايه معطياته، التجار اللي فيه مين، الصناعه نفسها المنافسه فيها بتمشي ازاي. لازم تبقى فاهم لو المستثمر اللي هينفست في البروجكت بتاعك حس ان انت مش فاهم في السوق ده ماشي ازاي، مش هتقدر توصل بشكل عادي، عمره ما يحط فلوسه معاك. تمام. ودي من النقط اللي بنركز عليها جدا جدا في موضوع البيزنس او في الستارت اب، تمام، او الشركات او اللي شغاله، هم فاهمين السوق اصلا ولا لا. تمام. لازم تكون فاهم السوق عشان تقدر تقيم المشاكل وتقدر تقيم الفرص بالنسبه لك في الاندستري دي. طيب هتعمل ايه ازاي؟ هتبتدي تحدد الناس المنافسين بتوعك بشكل عام. والله المنافسه في السوق بتمشي بناء على التسعير، سعرك كويس هتقدر تنافس في السوق ده، سعرك مش كويس مش هتقدر تنافس فيه. في كل اندستري ليها المعارف بتاعتها او ليها العلوم بتاعتها، كل اندستري هي عالم لوحده. يعني لو انت شغال في الريال استيت ودخلت الميديكال، هتلاقي نفسك زي ما بيتقال كده بتنقل من عالم البحار لعالم مش عارف ايه، عالم تاني. تمام. فهو فعلا كده، كل اندستري ليها التفاصيل بتاعتها، كل اندستري ليها الاوبورتيونيتي بتاعتها، ليها البروبلمز بتاعتها، ليها التفاصيل بتاعت المشاكل والسولوشنز اللي فيها مختلفه. يعني ممكن تلاقي مشكله في السوق انت مش فاهم حلها، حلو، طيب هتحلها ازاي، او قابلتك مشكله هتحلها ازاي، ممكن يكون في وتيره ماشيه عليها. طيب تعالى كده مثلا ناخد مجال الفارماسيوتيكال. الفارماسيوتيكال انت مش ممكن تعمل ادز على دواء معين، وبعد ما تعمل الاد ده تلاقي اصلا البرودكت مش بيمشي. طب ليه؟ لان السايكل بتاعت السوق مش بتمشي كده. السايكل بتاعت السوق بتمشي ان الدكتور لازم بيكتب الدواء، وبعد ما الدكتور بيكتب الدواء بيبتدي يروح يتصرف او يتسال من عليه في الصيدليه، او بيتسال عليه الصيدلي، فالصيدلي يبتدي يطلبه من الشركات. طيب حلو جدا. طيب كده، طب لو انت عملت اعلان، ممكن الدكتور ملوش علاقه، انت ما وصلتش للدكتور، انت رحت للاند كونسيومر على طول. طب هل الماركت بتاع مصر الناس عندها الخبره الكويسه، او عندها النوليدج، او الاند كونسيومر عموما عنده النوليدج انه يروح يشتري على الصيدليه دايركت لو هو عنده برد، يروح على الصيدليه دايركت لو هو عنده مشكله، يروح على الصيدليه دايركت ويشتري البرودكت ده؟ لا، هو مش عنده الجزء ده، مش عنده التفاصيل دي، هو لازم يروح للدكتور، حتى لو الدكتور هيكتب له نفس الدواء او نفس اللي هو بالنسبه لنا برودكت اللي هو هيروح بيشتري دايركت، لا هو لازم يطمن من الدكتور نفسه. فانت لازم تدرس السوق كويس، تشوف السوق ده هيتحمل الكلام ده ولا لا، السوق ده هيتفاعل معاك وهيفهم اللي انت بتقوله ده ولا لا. تمام. فانت لازم تكون فاهم السوق بشكل كويس وتكتب الاناليسز بتاعت السوق. طيب هتكتب برضو ايه تاني؟ هتكتب والله الماركت ده بيشتغل على الاند كونسيومر دايركت، والمفروض ان احنا عشان تبيع في الـ في الـ في الـ في الماركت ده بيمشي 1 2 3 4، وتبتدي تحدد ده المفروض، بتبني الاستراتيجي. طب الاستراتيجي دي هتبني منين؟ لازم بتعمل اناليسز، بتفهم السوق الاندستري كلها ماشيه ازاي، تمام، المجال كله ماشي ازاي. طيب بعد كده بنعمل ماركت ايه؟ ماركت اناليسز. طيب الاندستري اناليسز دي بتيجي ازاي؟ قبل ما نروح للجزء بتاع الماركت اناليسز، بتكتب ديسكريبشن بسيط جدا جدا عن الصناعه اللي انت شغال فيها. انا شغال في صناعه الملابس. تمام. صناعه الملابس بتعتمد على
ان انا بشتغل على بلوكات، بجيب زي ما بتقال كده طوب كامله، طوب قماش وطوب قماش وطوب قماش، وببتدي اشتغل عليهم على حسب المحلات طالبه مني ايه، وبناء على كده بصنع واديهم. طب حلوه جدا، نقف عند النقطه دي شويه. لو انا ده الواي بتاع الاندستري دي، لو انا رحت جبت ملابس وصنعتها بناء على اذواقي، موديلات شفتها على النت، ورحت نزلت المحلات وعرضتهم، قلت لهم والله يا جماعه انا معايا البرودكت ده جامد جدا وقماشه جامده جدا وستايل هايل وزي الفل. طب ماشي اوكي، الستايل ده مش حلو، ما الناس مش هتشتريه، انا فاهم الزباين بتاعتي وبقول لك ان الفساتين دي او الهدوم دي مش هتتباع عندي. حلو، هتلف على كل المحلات او كل الستور مش هتعرف تبيع، ولو بعت هيبقى الموضوع بصعوبه، لو حد خد منك هياخد منك بالاجل، حط البضاعه اتباعت اوكي ما اتباعتش هي بتاعتك، يبقى انت بتخسر في الاندستري دي. ده لانك ما فهمتش اصلا الاندستري دي ماشيه ازاي او السايكل بتاعتها ماشيه ازاي. لما انت لازم تفهم الاندستري كويس جدا وتقول انت هتمشي، يعني لو انت في الجزء بتاع الاندستري ده كتبت الاناليسيس بتاعتك، انت فاهم السوق خلاص اتس اوكي، انت كده تمام جدا مفيش اي مشكله. طيب الجزء اللي بعد كده بقى، بتعمل اناليسيس للماركت، بتعمل اناليسيس للماركت. طب هتعمل اناليسيس ده ازاي؟ لازما بتقول الحجم بتاع الصناعه نفسها، التوتال سايز بتاع الاندستري ماشي ازاي. يعني ايه التوتال سايز؟ يعني مثلا انت عندي 100 شركه بتبيع معايا في السوق ده او في الماركت اللي انا شغال عليه. خلي بالك احنا هنا بنتكلم في الماركت، يعني ايه؟ يعني لما انا اكون بشتغل على القاهره والجيزه، ما يبقى بالنسبه لي اسكندريه مش في الماركت بتاعي، يبقى بالنسبه لي اسكندريه مش في الماركت بتاعي. تمام. لو انت بتتكلم، لو انت بتتكلم مثلا على سوق مثلا اونلاين، مش هينفع ان انت تشتغل على او تعمل ماركت اناليسيز على الاوفلاين، ان انت هتوزع اوفلاين. فانت لازم تكون فاهم الماركت، يبقى بتاع اللي بيبيع في الارض او اللي بيشتغل على الارض مختلف تماما عن اللي شغال اونلاين. تمام. فانت لازم تشوف الماركت، الماركت ده ايه؟ الجزء اللي انت بتبيع فيه، الجزء اللي انت بتلعب عليه، الجزء اللي انت بتستهدفه، الجزء اللي انت بتشتغل عليه. طيب السوق اللي انت او الماركت اللي انت شغال عليه ده، هل السوق ده بيزيد في 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 في, في التوسع؟ هل بيحصل فيه ابديت؟ يعني مثلا لو انت شغال في، خلينا نتكلم في مجال العربيات، لو انت شغال في مجال العربيات دلوقتي هتبقى لازما بتدرس السوق بشكل كبير جدا. تمام، بتدرس السوق بشكل كبير. يعني ايه؟ يعني لازم تكون فاهم المشكله رايحه فين في الفرق ما بين العربيه البنزين والعربيه الكهرباء. في حاليا جاب كبير جدا بيحصل في الماركت ده، في فروقات كتير بتحصل. في ناس حاليا انا لو هشتري عربيه مش هروح اشتريها بنزين، هروح ادور على عربيه كهرباء. ليه؟ لان ده اللي جاي، ده اللي جاي، او ده الاجزاء اللي جاي. هلا في مواقع معينه لاجل قراءه السوق؟ يعني في ناس يعني بتتطلب عبال ما انها تكون بالسوق وكذا، وايش في شيء انك تقرا من السوق بحيث انك تعرف انك تدخل ولا لا من اولها، ولا هي الشغل ترايل اند ايرور؟ يعني بالعاده راس المال ممكن ما يتحمل. ده بيعتمد على الماركت ريسيرش نفسه والاناليسز اللي انا بشتغل عليها. طب ده هجيبه منين؟ مصادر كتير جدا، المنافسين نفسهم رايحين في اي اتجاه، ده اول نقطه. الكلاينتس نفسه بيطلب ايه، الكلاينت بيطلب ايه؟ لو انا اسال الناس كده، والله مثلا اروح اسال مثلا حد زميلي في الشغل، انت لو هتشتري عربيه دلوقتي هتشتريها منين؟ هيقول لي مثلا هشتريها من عند مثلا المرشدي. حلو، مثلا يعني. طيب هسال حد تاني، هتشتري عربيه منين؟ لا والله انا هشتريها من مرشدي. طب خلاص، يبقى انا عرفت ان في حد معين هو ماسك السوق. طيب لو انت هتشتريها، هتشتريها كهرباء ولا ايه؟ ادور على الناس اللي انا اعرفها او اللي انا ما اعرفهاش اللي هي مهتمه بالاندستري دي، اول نقطه. تاني نقطه، اروح المنافسين اشوفهم هم بيماركتوا ايه دلوقتي. هو دلوقتي بيخش يعمل ايه عشان يماركت لنفسه؟ بيخش يتكلم على العربيات الكهرباء. حلو، يبقى السوق رايح الناحيه دي. اشوف الانفلونسر رايحين فين،
لان دي تول مهمه جدا في السوق، ما كانتش موجوده زمان بس حاليا هي تول مهمه جدا. اشوف الانفلونسر بيماركتوا لايه دلوقتي، تمام، ايه الجديد اللي طالعين بيه. طيب الايفنتس اللي بتحصل، الدوله نفسها على حسب الماركت اللي انا بستهدفه ورايحه فين، الحكومات رايحه فين، على حسب لو انا بستهدف سوق خليجي غير لما بستهدف سوق اوروبي، غير لما انا جوه مصر او جوه محافظه او جوه ريف، الاوضاع كلها مختلفه، الاسواق دي رايحه فين. حاجه كمان الاخبار، الاخبار حاجه مهمه جدا، احنا كبتوع بيزنس او كبتوع ماركتنج او عندنا بيزنس مهما كان صغير بيفرق جدا ان انا اكون متابع الاخبار الجديده. طب طبيعها فين؟ عادي جدا هدخل على جوجل واكتب اخبار ايا كان بقى الاندستري نفسها، هلاقي الاخبار، هلاقي في مواقع متخصصه للاجزاء دي. يعني مثلا في مثلا ويب سايت اسمه بيزنس جورنال مثلا، ده مفصل اندستريز مختلفه، حاطط فيها الكوزماتيك، حاطط فيها الفارماسيوتيكال، حاطط فيها الريال استيت. فور اكزامبل لو انا مثلا في مصر وبشتغل في العقارات، هتابع مثلا بروبرتي فايندر مثلا، هم بينزلوا اخبار، هتابع مثلا مواقع مختلفه. طيب لو انا سالت مثلا، لو انا عايز ابيع، انا بروكر جديد مثلا في مجال العقارات، هروح لاي حد شغال بروكر اقول له انتوا بتنزلوا البوسز بتاعتكم فين او بتعلنوا عنها فين، اقول لك والله انت ممكن تخش على اولكس احنا بننزل عليها على طول، فخلاص عرفت ان موقع اولكس هو التوب في الموضوع ده، هو الماركت عنده، فاهم؟ فالكويتشنز الكتيره دي حاجه. حاجه تانيه، بحط اوبجيكتيف اصلا قبل ما بشتغل، بحط اوبجيكتيف يعني انا ليه عايز افهم السوق ده، في اسباب كتير بيبقى التولز بتخدم عليها. ما ينفعش ان انا اقول انا عايز ادرس السوق ده وخلاص، لا انت لازم تحدد انت محتاج تدرس السوق ده ليه اصلا. هل انا عندي سؤال مش عارف اجابته فانا بدور على اجابته، دي ده جزء، تمام. هل انا داخل السوق جديد ومحتاج افهم السوق، ده جزء واوبجكتيف تاني. هل انا بتنبأ بالمستقبل بتاع الماركت ده، ده جزء التالت خالص، تمام. هل السوق ده فيه مشاكل وانا مش عارفها وعندي برودكتس مش ماشيه، فانا محتاج افهم السوق فانا بعمل ماركت، ده اوبجيكتيف رابعه. في اوبجيكتيف خمسه، ان انا بكرييت لسه البيزنس ده، او دي اللي احنا قلناها بكرييت بيزنس جديد، دي كلها اوبجيكتيف مختلفه على حسب الماركت. كل واحده منهم بيكون ليها الاناليسيس بتاعها والجزء بتاعها او الشغل اللي انا بشتغل عليه بتاعها. طب لو انا عندي خبره في الاندستري دي، انا اوفر رول كده هكون فاهم الدنيا بشكل عام، هكون فاهم كل حاجه. طب هشتغل في الاندستري دي ازاي؟ على حسب انا في الاندستري دي بقالي قد ايه. معظم الناس اللي بيحصل كالاتي، بيكون هو يعني ربنا كاتب له ان هو يشتغل مثلا في العقارات مثلا من بعد ما اتخرج من الجامعه. طيب بعد ما اشتغل في الريال استيت، هو ابتدى خد فيه سنتين شغل، فخلاص هو اوريدي هو فهم البيزنس ماشي ازاي، ربنا كرمه والارض اللي في البلد اتباعت، فبقى معاه لوكشه فلوس كتير مثلا. طيب فعمل ايه؟ راح اشترى شقه كويسه وبدا يستثمر فيها، بدا يبيعها. طيب باعها، حلو، جاب الفلوس بتاعتها، بدا يشتري شقه تانيه، بعد كده عمل شقتين، بعد كده الشقتين بقوا ثلاثه، الثلاثه بقوا اربعه، فتح بيزنس وما الى ذلك، تمام. دي كلها اجزاء مهمه، فانت على حسب انت في الماركت ده بقالك قد ايه، ولو هتفتح بيزنس. طب لو انا هفتح البيزنس ده ومش عندي باك جراوند عن الماركت ده، بعمل ايه؟ بجيب شريك معايا عنده خبره في الماركت ده، بجيب شريك معايا ياخد الجزء التكنيكال وانا باخد الجزء المانجمنت. والله احنا دلوقتي هندي كورسز في الماركتنج، اوكي، حلو جدا، بس انا مش عندي باك جراوند كبيره جدا في الماركتنج، خلاص اوكي تمام. المفروض هنعمل ايه؟ طب تعال انت يا مستر محمود، خد الجزء التكنيكال شيله كله بتفاصيله، واحنا هننفست معاك ونعمل مانجمنت للاجزاء الثانيه الاداريه والماليه والضريبه، الضرايب والحسابات وشؤون الموظفين وبلا بلا بلا، وكل القصص الاداريه الثانيه، تمام، والعلاقات والكلام ده كله والايفنتس والكلام ده. حلو جدا، خلاص انا عملت شراكه كويسه، معايا خبره وانا معيش خبره، تمام، جبت حد عنده خبره وبقى شريك معايا. دي حلول كلها مختلفه على حسب دراستي للسوق، او انا لو مش داري السوق اعمل ايه والتفاصيل دي كلها، تمام.
طيب في أسئلة في الشات أنا هاخدها، بس أول ما نخلص الجزء ده، إحنا في آخر بارتيشن أو في آخر جزء، تمام؟ فخلينا نتكلم في جزء الماركت أناليسيس، بتكتب التفاصيل والديسكريبشن بتاعت الحاجات اللي أنت هتشتغل عليها جوه الماركت. أنت المفروض بتدرس ده بشكل مناسب جدا وبشكل مهم جدا علشان تكون فاهم الماركت ده ماشي ازاي. طيب الاجزاء بقى التانية اللي انت بتشتغل عليها وانت شغال في السوق ده، بتشتغل على الجزء ده بتاع الكومبيتيتور اناليسيس. الجزء بتاع الكومبيتيتور اناليسيس لازم بتوصف حجم المنافسه في المجال، حجم المنافسه في المجال ده ماشي ازاي، الاندستري دي حجم المنافسه فيها ماشي ازاي، هل هي بتنمو وبتكبر والدنيا بتوسع معاك، ولا المنافسه ماشيه ازاي، هل انت عندك منافس مباشر ولا منافس غير مباشر. يعني لو انا مثلا بشتغل في العقارات، بما اننا خدنا العقارات كتير النهارده، خلينا نكمل على نفس الوي. انا ببيع وحدات سكنيه، شقق عاديه للناس تسكن فيها، حلو جدا. طيب في حد تاني بيبيع، بس هو مش بيبيع وحدات سكنيه، هو بيبيع محلات، حلو جدا. طيب ده منافس ليه ولا مش منافس؟ لو حد عنده اجابه ممكن يوبن يور مايك ويرد عليا. بس كانك ما استخدمت السوات اناليسز، اللي سوات اناليسز هو هي بص، السوات اناليسز هي تول، مش بوينت. يعني السوات اناليسز هي تول بستخدمها وانا شغال علشان اوصل لنتيجه معينه، وليها اماكنها. يعني هي ليها اماكنها، ممكن استخدمها على فكره في الجزء بتاع الكومبيتيتور اناليسز، ممكن استخدمها في الاناليسز بتاعت الاندستري، ممكن استخدمها في الماركت اناليسز، ممكن كمان استخدمها في الجزء بتاع البرودكت او البرودكشن، ممكن استخدمها في حاجات كتير، تمام؟ فخليني واخد بالي، من الاجزاء دي، خليني واخد بالي بشكل مهم جدا ان انا في حاجات بالنسبه لي هي هي تولز ممكن استخدمها في اي حته، تمام؟ وفي حاجات بالنسبه لي هي مش تولز، تمام؟ طيب تعالي بس يعني امشي معايا واحده واحده وهتلاقي حاجات قدام. يعني لو استنينا مثلا البوينت دي هتلاقيني حاططها، تمام؟ بس اسال سؤال قبل ما تبدا، بس بعد اذنك، لان انت بتقول انك بدك تحط اللي هو السوات اناليسيز، تمام؟ في عده نقاط انت ذكرتها قبل شوي، لقيتها انا في كل نقطه من هدول بدي اعمل سوات اناليسيز لحال، ولا السوات اناليسيز بيشملهم كلهم للنقاط هدول؟ لا انا مش لازم في كل نقطه من دول اعمل سوات اناليسيز خالص. يعني انا مش في كل نقطه من دول هعمل سوات اناليسيس خالص. انا في 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 نقط معينه ممكن اعمل سوات اناليسيس، ممكن اعملها في كلهم، بس خليني اخد كل نقطه على حده علشان اقدر اطلع منها الانفورميشن اللي انا محتاجها. يعني انا ممكن هنا مثلا في الماركت اناليسيس اطلع الانفورميشن اللي انا عايزها من غير ما الجا لسوات اناليسيس، وممكن احتاجها واشتغل عليها. ده اللي انا محتاج اوصله ليكم، ان احنا السوات اناليسيز هي تولز بتوصلني كامبلمنتيشن. فور اكزامبل مثلا الادز هي مش ده الماركتنج، هي تول بتوصلني للكلاينت، تمام؟ خلينا نفرق ما بين التولز اللي بستخدمها والرولز اللي انا بستخدمها وما بين الستبس اللي انا بشتغل عليها. يعني دي كده انا مثلا ممكن اجي هنا مثلا واحط سوات اناليسيز، حلو. طب السوات اناليسيز في ايه؟ على ايه؟ على الماركت اناليسيس. طب انا ممكن استخدمها برضه في الاندستري اناليسيس، ممكن استخدمها في اي حته. ف يعني بالنسبه لي السوات اناليسيس، السوستاكس، ال5 سي اس، السيجما، الحاجات دي كلها، الاس تي بي، الحاجات دي كلها تولز احنا بنستخدمها علشان نطلع بيها الانفورميشن بتاعت اي معلومه احنا محتاجينها، تمام؟ فعادي جدا ان احنا ممكن نستخدمها وممكن لا، تمام؟ مش بشكل دايم المفروض ان انا استخدمها، يعني على حسب كل بوينت انا ممكن استخدمها في بوينت ممكن لا، تمام؟ بس حتى لما نيجي نفصل تفاصيل او نيجي نطلع تفاصيل لاي منتج، تمام؟
او لاي ماركت او اي حاجه، ممكن استخدم التولز دي عادي جدا، بس خلينا نطلع كل جزء لوحده بحيث ان انا اوصل للمعلومه بشكل اكبر. تمام. طيب الجزء بعد كده اللي احنا بنتكلم فيه، وده جزء منفصل، تمام، ال 3.3 ده الكومباكتور اناليسيس. في الجزء بتاع الكومباكتور اناليسيس دي انا بشتغل بشكل اساسي على المنافسين. طب احنا كنا بنتكلم على ان انا لو انا فاوندر وديفلوبر لريل استيت وببني وحدات سكنيه للسكن، للسكن العادي، وعندي حد تاني هو المفروض بيبيع برضه، بس بيبيع او شغال في العقارات لكنه شغال في الوحدات التجاريه، محلات ومولات والكلام ده، هو ده منافس ولا منافس ولا مش منافس؟ لا هو منافس. طيب انا الكلاينت بتاعنا المشترك ما بيننا الناس اللي بتعايزه تنفست في العقارات، معاها فلوس وعايزه ان هي تنفست فيها في العقارات. طيب انا دلوقتي لما اجي انفست انا هانفست في ايه؟ انا لو انفست في العقارات في الوحدات السكنيه هكسب فلوس. طيب ما هو ممكن برضو انفست في الوحدات التجاريه واكسب برضو فلوس، يبقى هنا ده منافس ليا. ما دام بأدي الغرض للكلاينت او للعميل اللي هو محتاجه، لو بطريقه مباشره زي مثلا شركه تانية ديفلوبر وبتعمل وحدات سكنيه، يعني احنا ثلاثه دلوقتي في السوق، خلينا نتخيل ان احنا ثلاثه، محمود مثلا هو بيعمل وحدات سكنيه، ومحمد بيعمل وحدات تجاريه، وعندنا احمد بيعمل وحدات تجاريه. طيب انا بقى كمحمود، محمد اللي شغال في الوحدات السكنيه هو ده بالنسبه لي منافس بس مباشر، يعني اي حد ممكن يشتري وحدات سكنيه مني يشتري مني وحدات سكنيه. طيب احمد بقى اللي هو شغال في الوحدات التجاريه، لا ده منافس ليا برضه بس غير مباشر، يعني لو حد جه احتاج وحدات سكنيه هيجي لي انا مش هيجي له هو. طب لو حد محتاج ينفست في الفلوس ممكن يروح لي او ممكن يروح له. تمام. فهنا في منافس مباشر وفي منافس غير مباشر. تمام. فخلينا نفرق ما بين دي. فانت لازم تكتب حجم المنافسه، المنافسين بتوعك، تكتب المنافسه بتكون على ايه في الاندستري دي، لازم تكون عارف المميزات بتوع المنافسين، سواء هم منافسين بالنسبه لك اقوياء او ضعاف. تمام. لازم تكون فاهم بقى الكلام ده كله. طب ده كله بنعمله في ايه؟ في التيبل دي. التيبل دي هي بالنسبه لكم لو حد مش واضح انا ممكن اكبرها اكتر. تمام. التيبل دي مهمه جدا وانت شغال عليها، لازم تخلي بالك وانت شغال بتقارن ما بينهم. تمام. انت عندك هنا الكومباني بتاعتك انت اللي انت شغال عليها، وعندك الجزء بتاع نقاط القوه ونقاط الضعف، زي ما احنا بنقول هي تولز بنستخدمها، وبتحط المنافسين بالنسبه لك اللي هم الكومباني A والكومباني B والكومباني C. تمام. الشركات الثلاثه اللي بينافسوك او الاربعه او الخمسه، وبتحط الجزء بتاع هم بيقدموا ايه للكاستمر. تمام. بيدوا ايه للعميل. تمام. طيب هنقفل ده بقى بايه؟ يعني هم دلوقتي انا كبرودكت بقدم وحدات سكنيه، نقاط القوة عندي السعر، نقاط الضعف عندي إن أنا مش مشهور. طب المنافس الأول اللي بالنسبة لي مين، والمنافس الثالث مين، والتاني مين، وببتدي أحط هما بيقدموا إيه للكاستمر كأد فاليو. عشان كده كنا بنتكلم فوق في جزء البرودكت لازم يكون ليك أد فاليو معروفة. تمام. وكذلك بقى بتكمل بقية التيبل على نفس المنوال، البرايس، الكواليتي، السيرفيس اللي بتقدمها، اللوكيشن اللي انت شغال فيه، السيلز والادفرتايزنج، وكل ايه التفاصيل اللي انت بتقدمها، والنوليدج اللي عندك اللي تقدر تقدمها له، السمعه بتاعت الشركه برضو لازم تكون حاجه مهمه، والجزء بتاع طرق البيع والدعايه بتاعتك والتفاصيل دي كلها. تمام. وبتبتدي من خلال الجزء ده بتفهم المنافسين بتوعك بشكل عام، او بتقدم طبعا انت بتكون فاهم الكلام ده كله وتقدر تبريزنت الكلام ده بشكل كويس جدا في الجزء بتاع الكومبتيتيف عشان تفهم المنافسين بتوعك بشكل كويس. تمام. وبتعمل ايفالويشن في الاخر عشان تفهم الاجزاء دي كلها. تمام. كده ده الجزء بتاع الماركت اناليسيس، عشان تبقى فاهم الماركت بتاعك تقدر تقدمه في البيزنس بلان بتاعتك بشكل كويس جدا. تمام. هفتح الشات كده اشوف لو في
أسئلة جت في الشات، كان في كذا سؤال جه. تمام، ونشوف لو حد عنده سؤال يسأل أو يبعته. تمام، خلينا نقول ايه هي البدايه الصحيحه في مجال الديجيتال ماركتنج. البدايه الصحيحه مش من الديجيتال ماركتنج، هي البدايه اللي انت المفروض تشتغل عليها، تشتغل على الماركتنج نفسه، تفهم الماركتنج والكاستمر بيهيفير، وتشتغل الماركت اورينتد، وتفهم الجزء بتاع الاورينتيشن، وتفهم البلاننج، وتفهم تفهم كل اساسيات الماركتنج. تمام، دي اول خطوه من الخطوات المهمه. تمام، اي مشروع تجاري في بدايته ليه مجموعه دراسات يجب عملها؟ ممكن اعرفها مجموعه الدراسات عشان تعملها في بدايه اي مشروع، هي ان انت تعمل ماركت ريسيرش. ماركت ريسيرش مش ماركتنج، ماركت ريسيرش، عشان تفهم السوق بشكل كويس جدا جدا، وتفهم كل التفاصيل بتاعته وكل الابعاد بتاعته والويكنس بوينت والبوزيتيف بوينت والكلام ده كله. بعد كده بتعمل دراسه جدوى، او بتخش تعمل بيزنس بلان زي اللي احنا بنعملها دي على طول، بما انك فاهم السوق كويس. وبعد كده الخطوه اللي بعد كده، طبعا هي مش حاجات الزاميه، هو على حسب انت في انهي مرحله والمفروض تعمل ايه عشان توصل لايه، والاوبجكتيف بتاعتك والتايم والبادجت بتاعتك، وليه عوامل مختلفه. بس هو بشكل عام لازم تفهم السوق كويس، فانت تعمل ماركت ريسيرش وتبتدي تعمل بزنس بلان. طيب، اي مشروع تجاري بدايته ليه مجموعه دراسات ممكن اعرفها؟ اوكي تمام، بدايته يا ريت المثال على متجر الكتروني متعدد البرودكتس في امكانيه اضافه تجار، وازاي اجمع ما بين اني هبيع منتجات وفي نفس الوقت احس التجار يشتغلوا معايا. بص، هو ده كده بروجكت اي كوميرس جامد، فانت المفروض بتبتدي تدرس المنافسين اللي شغالين زيك، سوق وجوميا وامازون والناس دي اللي هم بيبيعوا كل حاجه كاي كوميرس على الويب سايت. تشوف ايه التشانلز اللي بيقابلوه، زي مثلا الدليفري والبي والكلام ده كله، علشان تفهم السوق. فانت زي ما قلت لك ابتدي بالماركت ريسيرش عشان تفهم الدنيا ماشيه ازاي الاول. تمام، والحملات اللي بتنطلق عليها في البدايه والرساله التسويقيه اللي هتكلم فيها، كل ده محتاج دراسه. لازم تدرس الناس اللي في السوق شغاله ازاي عشان تقدر تحدد الكلام ده كله. تمام، شركات زي امازون ونون وشين زي ما قلت لك. تمام، اوكي، تمام. الجزء الاخير اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو انا بقدم ايه للكلاينت نفسه، والمنافس بيقدم ايه، الاد فاليو اللي انت بتقدمها. تمام، الامبورتنس اللي انت بتقدمه للكاستمر نفسه. تمام، انت بتقدم ايه للكاستمر وهو بيقدم ايه للكاستمر. تمام، البوينت اللي داخله للكاستمر ايه هي بالظبط، عشان لما يجي في مرحله الكومبير ويقارن ما بينك وما بين المنافس يبتدي يختارك انت، او يشوف ايه الفرق ما بينكم. تمام، طيب، دي كانت اسئله في الشات. حد عنده اي سؤال عايز مثلا من خلال المايك؟ لو اوكي يفتح المايك وانا معاك. لقيتها لو بدي اعمل مثلا بس المتجر. بالنسبه للامبورتنس للكاستمر، اوكي انا مش سامع مين بيتكلم، او حد كان بيسال على حاجه او اتنين ووقفين. انا تركت المساله المجال لها بس شكلها سكتت. كنت بدي اسال انا على موضوع. الو، ايوه معاكي كملي. كنت بدي اسال على موضوع إيه، مثلا بدي اصدر متجر، مثلا بينفع اصدره في كذا دوله ولا بس لازم في دوله واحده؟ لا، ممكن كذا دوله، بس بنعمل الويب سايت. مهم جدا جدا ان انا اعمله حاجه اسمها انترناشونال ويب سايت، مش لوكال ويب سايت، يعني يكون في كذا لغه، بيكون اي سي او شغال على انترناشونال، يكون ليه عوامل مختلفة. فلازم الويب سايت هو المعيار الكبير جدا، وأول معيار لنجاح البرودكت ده، أو نجاح الفيلد نفسه. فلازم أضبط الجزء ده بشكل كبير، يعني لازم أشوف الجزء بتاع يعني النقطة دي. تمام، ده دي الإجابة بتاعت السؤال.
تقريبا اللي كان بيسأل كان بيسأل على الجزء بتاع الكاستمر، هو انا بقدم هنا ايه للعميل، تمام؟ وده اهميته ايه بالنسبه للعميل نفسه، زي ما احنا كنا بنقول الفاليو اللي انا هقدمها له، بس اقدمها له زي ما كنا بنشرح الاول ما بين الفايده وما بين الميزه. فهنا الفايده ايه اللي انا هقدمها للعميل كبرودكت، ايه الفايده ليه، كبرايس ايه الفايد ليه. يعني مثلا لو انا بقدم مثلا برايس 5 دولار وهنا مثلا بيقدم 3 دولار و2 دولار وهنا مثلا ده 20 دولار، فخلاص هو الافيد للكلاينت. هل هو بيدور على السعر المناسب؟ اه خلاص، يبقى بالنسبه له الكومباني او الكومباتيتور رقم ايه هو الافضل، تمام؟ ده الجزء إيه؟ عشان اعتقد ان هي كانت بتسال عليه، اللي كان بيسال على الجزء ده، تمام؟ كل منتج بدي اعمل له تحليل للسوق، تحليل منافسين، وتحليل على حسب البرودكت ده، هل هو جوه لاين وجوه مجموعه منتجات ولا لا. يعني لو انا مثلا بشتغل في الـ ببيع ملابس، تمام؟ فانا مش هبيع، مش هعمل كده لكل منتج، لا انا هعمل للبرودكت اوفر رول، المنتجات بشكل عام. طيب لو انا مثلا ببيع مثلا حاجات مختلفه، يعني مثلا منتجات للعرايس مثلا وببيع اقمشه مثلا، فلا لازم ده لوحده وده لوحده، تمام؟ ده موضوع وده موضوع، تمام؟ لو انا ببيع مثلا حاجات الكترونيك مع حاجات عاديه مش الكترونيك، فلازم يعني حسب هل هم في نفس اللاين ولا لا. بس هي دي الفكره، تمام. بالنسبه والشبكه عند كيف عم بتقارن بين competitor A B and C؟ هو الصوت بيقطع عندك، مش عارف هو انتوا سامعينها؟ لو حد سامعها ممكن، طيب رح اكتب، ممكن يقول لي هي بتقول ايه، او لو كده لو انت سامعاني اكتبي في الشات اي حاجة. يعني طب انت بتقول انه نجيب الخبره، تكون عندنا خبره اقل شيء سنه ونص، طب انا كيف مثلا اجيب الخبره وانا ما منزلتش للميدان في موضوع اللي اشتغل في هذا الشيء، بس انا حاطط في بالي بدي اشتغل فيه؟ اتكلمنا في النقطه دي، ان انا بروح اشتغل فيه وبعد كده افتح بروجكت، او بدخل ديل مع حد واجيبه معايا يهتم معايا بجزء التكنيكال، تمام؟ حتى لو انا مش عندي خبره وافتح البروجكت، فانا لو جبت ناس اشغلها هتبقى فيها مشكله، هبقى هم شغالين وانا مش فاهم هم بيعملوا ايه، ولا هقدر الكنترول عليهم، ولا هقدر ان انا اقيس اعمل كي بي ايز ولا اي حاجه، فاهم؟ فلازم اكون فاهم في المجال، لازم اكون فاهم يعني في المجال، عشان هواجه مشاكل كتير جدا، تمام؟ طيب في السؤال هنا، بكيف عم بتكون المقارنه بين المنافسين بين اوكي طيب هنا المقارنه ما بين هو بيقدم ايه للكلاينت وانا بقدم ايه للكلاينت، بحط نفسي مكان العميل. هل العميل لما يجي يقارن ما بيني وما بينه في السيلز فانال هيعمل ايه؟ هيختارني ولا هيختاره، وانهي الاحسن بالنسبه له؟ يعني لو انا مثلا بروح اشتري مثلا ميك اب، لو انت حضرتك مثلا بتجيبي ميك اب او حاجه، لما تروحي تشتري حاولي كده تراجع مع نفسك كده المراحل اللي بتمشي بيها عشان تفرقي، وهاتي توب مثلا اتنين كومباتيتور لبعض او شركتين، وابتدي اشتغلي على الجزء ده. والله مثلا دي شركه مثلا ايفا ودي شركه لوريال فور اكزامبل. طيب هنا البرودكت مثلا على حد علمي مثلا روج او بودره او حاجه. طيب البوينت هنا ايه والبوينت هنا ايه كايجابيات وسلبيات، والسعر هنا عامل ايه، والتفاصيل دي كلها، وايه الافضل بالنسبه لي انا ككلاينت، ايه الافضل، تمام؟ وهاخد الديسيشن بتاعي بناء على اني بورت في دول، تمام؟ هي نفس الفكره. هرجع كده، اي حاجه بتشتريها هتلاقي نفسك بتعملي التيبل دي بشكل لا ارادي اصلا. يعني انا ممكن اروح اشتري حاجه اكسل اشتريها عشان اللوكيشن هو مكانه بعيد، انا مش رايح كل ده عشان اشتري البرودكت ده، تمام؟ بالتاكيد حسب الكلاينت بتاعي طبعا، كل حد بيبيع على حسب الكلاينت بتاعه، يعني ممكن الكلاينت بالنسبه له انا ببيع اونلاين فمش مهم اللوكيشن، انا كده كده هعمل له دليفري للبرودكت فمش مهم بالنسبه له اللوكيشن، تمام؟ حسب طبعا البيرسونال بتاعي، البيرسونا بتاعتي ايه، الكلاينت نفسه بيفضل ايه، هو مثلا بيفضل كواليتي، بيفضل برايس، بيفضل ايه بالظبط، تمام؟ تمام، حد عنده اي سؤال تاني؟
I think إن كده تقريبا ما حدش عنده أي سؤال. أوكي طيب المرة الجاية إن شاء الله. لا في حد بعت، شفت حد بعت. السلام عليكم. عليكم السلام، إزيك عامل إيه؟ الحمد لله، شكرا على كل ما تقدمه الأستاذ. عفوا، تسلم، ربنا يعزك. كان عندي استفسار بسيط برك لو ممكن يعني. تفضل. أكيد. أنا عاوز أعمل يعني موقع affiliate marketing زي ماركتلي ولا أو تجرلي، لكن في غير مصر يعني. هل ممكن يعني زي أعمل marketing research ثم لأنه الموقع غير موجود في الدولة هذه، في تونس يعني. اوكي عشان تعمل يعني غير موجود منافسين. لا هو اكيد في منافس اكيد، بس انت ممكن تكون لسه مش عارفه ولسه مش قادر تجمع الانفورميشن بشكل كامل. ممكن يعني ممكن، لكن هو اكيد في. تمام، فانت حاول يعني تشتغل على السوق اكتر، تسال فيه اكتر وما الى ذلك. يعني حاول قدر الامكان تسال علشان تقدر تفهم بشكل كبير. شكرا شكرا. عفوا، شكرا، جزاك الله خيرا. عفوا. تمام. ممكن نرجع للكروس تبيع ال... جزاك يا استاذ محمود. تفضل. عفوا، هذا اللقاء مسجل؟ هو ان شاء الله مسجل. يعني احنا طب عفوا، وين ممكن نلاقيه هذا؟ على اليوتيوب. على اليوتيوب اول باول بتفتح؟ تمام، يعطيك العافيه. اول باول شكرا، جزاك الله كل خير، يعطيك العافيه. طيب ممكن نرجع للكروس تبع السلايد بتاع، اشوف التولز بتحدد لي الكروس. انا مش فاهم السؤال بشكل كامل يعني. انطونيو تقريبا، انا مش الاسم بالنسبه لي مش واضح، فانا مش فاهم السؤال بشكل كامل. لو تحاول توضحه اكتر او تتوبن يور مايك وتوضحه يعني. برضه الشبكه. طيب بص، هو لو الدنيا مش مظبوطه انت ابعتوا لي برايفت او فويس على 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 الفيسبوك. سلايد لقينا فيه يور جروث. يمكن اناليسيس تول فوق. يمكن انا مش سامع في حقيقي او الصوت بيقطع. طيب انت بصي، لو كده ابعتوا لي على الميل او على الفيسبوك او على اي حاجه، واكيد هرد عليكي ان شاء الله اكيد هفيدك يعني. تمام. اوكي تمام. اوكي، وفي يعني بوست هينزل دلوقتي عن السيشن دي، فممكن تكتبيه في الكومنتس وانا هوضحه لك. تمام. انا احمد بيقول ممكن تشوف سؤالي. احمد سؤالك اوكي، فين يا احمد سؤالك؟ انا طب نقطه التسعير في التجاره الالكترونيه ايه النسبه الصحيحه اللي اضيفها على السعر، وان كنت قادر اوفر منتجات بسعر اقل بكتير، هل تنزيل السعر هيكون مناسب ولا ممكن العميل ممكن يشوف المنتج بصوره انه مش بنفس الكواليتي، وخاصه ان في متجر متعرف. انا بالفعل كل عملاء بكافه طبقاتهم بعتبرهم عملاء. طيب بص، هتعمل حاجه اسمها اس تي بي. يعني ايه؟ هتقسم العملاء لشرايح. هتقسم العملاء لشرايح، كل كاتيجوري لوحدها او كل تارجت اودينس لوحدها، لان انت لو بتبيع لكل الناس فدي حاجه مش صح. تمام، دي اول نقطه. ثاني نقطه التسعير، لازم بتبني استراتيجيه تسعير وتحاول مع الوقت تبين للناس لو انت هتنزل بالبرايس كتير، مع الوقت تاخد الريفيو وترفعه، فاوريدي الناس هتشتغل على ده. معاك بادجت اعلى، ابتدي من الاول اشتغل على انفلونسر وهم هيغطوا لك القصه دي بشكل كامل. حتى لو انت نزلت للسعر الارض، هو الانفلونسر هيقدر يقنع الناس بشكل كبير. تمام. طيب ااا
الفايل اوكي، اللي محتاج الفايل يبعت لي عليه، هو احنا كده كده كنا باعتينه من فتره لكل الناس، فاللي محتاج الفايل اللي شغالين عليه يعني يقول لي او يبعت على الشات او اي حاجه، وهبعت له الفايل، ما فيش اي مشكله بشكل كامل، لان في ناس واخده الفايل برضو من اول ما بدانا وبتطبق عليه، وعلى حسب كل مره او هي بتطبق مع نفسها، وبيرجعوا يبعتوا لي يرجعوا يبعتوا لي الحاجات دي على الميل وبريفيو معاهم، فاي حد ممكن ياخد الفايل ويجوين يعني، مفيش اي مشكله. تمام، حد عنده اي سؤال تاني؟ اوكي تمام خلاص، باذن الله يعني اشوفكم المره الجايه او نتقابل المره الجايه ان شاء الله على خير، وهنكمل بقى بقيه الاجزاء بتاعتنا، هنخش في الجزء بتاع الماركت والجزء بتاع السيلز، تمام، والقناه برضو هبعتها لكم، تمام، هو يعني اي بلاتفورم، اي بلاتفورم هتدوروا عليها، تمام، اي بلاتفورم انتم محتاجين توصلوا لي فيها، ايا كان بقى فيسبوك انستجرام اي حاجه، هتلاقوها بنفس الاسم اللي هو محمود قليله ده، تمام، هتلاقوا نفس الاسم ده زي ما هو مكتوب كده فوق، او زي ما هو موجود على الفيس او اي حاجه هتلاقوني، تمام، وفي نفس الوقت برضو هبعت لكم الشانل برضو، وهتلاقوها على فكره برضو في الجروب والبروفايل بتاعي يعني ان شاء الله، تمام. طيب اشوفكم على خير الجمعه الجايه ان شاء الله، ولو حد عنده اي سؤال ممكن تمام، لو حد عنده سؤال يبعتوا لي على الميل، لو في اي حاجه يبعتوا لي في اي وقت، تمام. ما لحقت كام السيشن اللي قفل، الله يعطيك العافيه، ربنا يخليك والله يا زين، انت من الناس اللي بتحضر معانا على طول، لو في اي حاجه ابعت لي، وان شاء الله هي موجوده على اليوتيوب، ويبقى اشوفها، ولو عندك اي سؤال كالعاده يعني ابعت لي، وان شاء الله خير. اشوفكم على خير المره الجايه، كل الحب ليك يا زين، ربنا يخليك، اشوفكم المره الجايه، وتصبحوا على خير.